معايا على التليفون دكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور محمد مساء الخير، إيه رأي حضرتك وتقييمك لكل هذه الإشارات والرسائل التي يبعث بها قادة كبار في النظام التركي إلى مصر؟ تحياتي لحضرتك دكتور عمرو وكل السادة المستمعين والمشاهدين لبرنامجك المحترم. يعني كما أشرت في مداخلة حضرتك أن هناك إشارات متتالية خلال الأشهر الماضية فيما يتعلق بسعي نظام الحكم في أنقرة للتهدئة مع القاهرة، يعني بخلاف إشارة حضرتك لوزير الدفاع التركي المتحدث باسم الرئاسة، أيضا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في الثالث من مارس الجاري كان هناك تصريحات نقلتها العديد من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء تأكيده على أن بلاده قد تتفاوض مع القاهرة على ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط إذا سمحت العلاقة بينهم بمثل هذه الخطوة. وسبق أن أشار أيضا في تصريحات سابقة له في سبتمبر الماضي بشيء من هذا في تصريحاته التي أكد فيها أن مصر لم تنتهك في أي وقت الجرف القاري لتركيا في اتفاقياتها التي أبرمتها مع كل من اليونان وقبرص بخصوص مناطق الصلاحية البحرية. وهنا بيؤكد على معنى محدد هي احترام مصر للحقوق التركية في هذا الصدد. إذا انتقلنا من باب التصريحات إلى لتصريحات أخرى سبق أن أطلقها أيضا مستشار الرئيس التركي ياسين أكتاي حينما أشار بإشارته للجيش المصري. السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق، لماذا تغيرت اللهجة التركية تجاه مصر بالرغم من إدراك أنقرة أن سمة استمرار لديناميكيات التوتر مع القاهرة؟ السبب الأول من وجهة نظري وهو يرتبط بفشل السياسات العدائية التي تبعها النظام التركي في محاولة تشويه الصورة الذهنية لنظام الحكم في مصر منذ عام 2013. لن ينجح ذلك بأي شكل من الأشكال، بل الأكثر من ذلك أن نجحت القاهرة في تحقيق اختراق في علاقتها مع الدول الأوروبية، في تعزيز حضورها في قضايا الإقليم، الحد من التدخلات التركية في ليبيا وشرق المتوسط من خلال تعزيز تعاونها مع بعض الدول زي اليونان وقبرص وفرنسا. ده أزعج تركيا بشكل كبير وأضعف مناعتها على المستوى الإقليمي والدولي بشكل أو بآخر. أضف إلى ذلك أعتقد يا سبب ينطوي على قدر كبير من الأهمية وهي يرتبط بفتور التحالفات التركية في الإقليم. يعني هناك مخاوف تركية بعد أن هناك محاولات من جانب الدوحة وحط عندها ثلاث خطوط تجاه القاهرة بشكل كبير، والتصريحات التي خرجت على لسان وزير الخارجية محمد عبد الرحمن الثاني أن هناك أن نوايا من بلاده وسعي لعودة إلى العلاقات مع مصر. المهم أيضا أن سمد إدراك بأن هناك علاقات للقاهرة مع مختلف أطراف الصراع في ليبيا. وما نيجي نشوف أن رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد دبيبة كان أكثر انفتاحا على القاهرة، زيارته لمصر في 18 فبراير الماضي، لقائه بالرئيس السيسي وتأكيده على تطلع بلاده لإقامة شراكة شاملة مع مصر. الأكثر أهمية من ذلك يا أستاذ عمرو أن مصر لديها قوة ناعمة وقوة خشنة في التعامل مع أي تهديدات من جانب تركيا. أما نيجي نشوف التسليح المتوازي للقوات البحرية هو الذي جعل لمصر حينما تتحدث بأن هناك خطوط حمراء على سبيل المثال تجاه بعض الأطراف الإقليمية، ولذلك لم نجد أن هناك تحول ميداني في موازين القوة الميدانية في الحالة الليبية بعد ما طرحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان القاهرة. حاجة أخيرة أحب أن أشيرها لحضرتك وهي ترتبط بمحاولة أنقرة
تقليص الضغوط الخارجية عليها. نحن نرى أن سمة التزايد للانتقادات الغربية لأداء حكومة العدالة والتنمية ونظام أردوغان. أنقرة بتواجه ضغوط أمريكية غير مسبوقة. ما نيجي نشوف مطالبات 170 في نائب في الكونجرس الأمريكي في 2 مارس الحالي بيدعو إدارة بايدن بضرورة معاقبة تركيا بسبب قمعها للحقوق والحريات في الداخل. التصريحات اللي كان بيطرحها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في فبراير الماضي حينما يصف تركيا بالشريك المزعوم. أيضا أن هناك توتر في علاقات تركيا قبل انعقاد القمة الأوروبية المقررة لها بعد بكرة 10 مارس الجاري، لأن هناك ضغوط من جانب الاتحاد الأوروبي لإثنائها واتخاذها إجراءات أكثر فاعلية فيما يتعلق بانخراطها في أزمات الإقليم وبشكل أخص إنهاء عمليات التنقيب في شرق المتوسط. مجموعة من العوامل المختلفة التي ترتبط بالدور المصري، التي ترتبط بسوء إدارة علاقات تركيا الإقليمية، ترتبط بالضغوط الخارجية الأمريكية والأوروبية المفروضة على أنقرة في هذا السياق. أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذا التحليل، يعني كفيت ووفيت زي ما بيقولوا. دكتور محمد عز العرب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية ورئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام،